إنا لله وإنا إليه راجعون. مساء الخير عليكم متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. ولكن للأسف الشديد النهاردة إحنا معاكم في تغطية حزينة مؤسفة شهدتها مدينة المحلة الكبرى، وفي الأساس الزوجة اللي توفت روان اللي عمرها 22 سنة هي من محافظة الدقهلية تحديدا من بلقاس. وللأسف الشديد روان محمد عبد السلام توفت وإن حياتها انتهت على يد زوجها أحمد اللي عمره 26 سنة تقريبا أو 27 سنة، وطعنها عدة طعنات بسبب إن هي بتغير عليه إن هو بتأخر في الخروج وتسبب في وفاتها وتركت طفلة عمرها شهور. البقاء لله يا فندم. البقاء لله يا فندم. البقاء لله. ربنا يخليك يا فندم. تقول لنا إن هي خلص عليها نبيكم. ربنا يصبرك. البقاء لله. ربنا إيه اللي حصل يا فندم؟ اللي حصل ان يوم 3/12 الساعة 11 الظهر اتصل بيا فتش مباحث الغربية عمل عزم بفتحي وقال لي بنتك تعبانة في بنتك تعبانة ومريضة في مستشفى المحلة العام. وبعدين بعد كده بعد ساعة ونص الساعة 12 ونص اتصل بيا مرة أخرى وقال لي يا محمد أنا مش قادر أقول لك، أنا عارف إن أنت تعبان لأن هو صديق شخصي لينا وحبيبنا يعني. فقال لي يا محمد انا عارف انت تعبان. البقاء لي يا محمد جوز بنتك قتل بنتك. قلت له بتقول يا ابو العدل بيه اعمل لي جوز بنتك قتل بنتك؟ ما بيتش عارف انا من ايه، انهارت تماما والجيران كلهم متلوح عليا وابني نهار روخر واقفين على مسكنا نفسنا وكده، وابتدينا نروح على اساس ان نستلم الجثه وكده يعني. وما كنتش مصدق ولا مستوعب اللي بيقوله ولا حد، ولحد الان ما انتش مستوعب اللي حصل. انا مش مستوعب اللي حصل. ورحت المستشفى بالقاس العام قالوا لا ده هي اتنقلت طنطا، مستشفى طنطا عشان تشريح وكده، وان اطلع بقى على رئيس النيابه لانه عايزك الاول. فطلعت على رئيس النيابه تسميتها المستشار المحترم خد مني اقوال ومن ابني وبشر معايا التحقيق ومشيت. ورحت وخالد بنتي استلمت الجثه من طنطا مستشفى طنطا وجابتها وجات على بالقاس، وانا كنت في المحل منتظرها وجينا على بالقاس ان شاء الله. والدفنه كانت يوم 3/12 يوم الاحد الموافق 3/12 الساعه 8 مساء، وحضرها بالقاس كلها لعروس السماء وعروس الجنه روان محمد عبد السلام بنتي، عروس بالقاس كلها الله يكرمها. طبعا طبعا حب جديد وقصه حب عنيف وما تعرفين. معلش ايه عايز اسالك يا استاذ محمد، يعني تفاصيل الواقعه مؤسفه جدا. ان زوج يطعن زوجته اكتر من طعنه وكل ده بسبب الغيره، يعني صعب حد ان هو يتخيل ده السبب ده. كلمنا عن هل الزواج كان تقليدي ولا كان زواج عن حب واختيار روان واحمد لبعض؟ انا طبعا حضرتك هم متعرفين على بعض للاسف يوم 3/12/2019 نفس يوم وفاتها. سبحان الله. وقصة حب عنيفة، قصة حب عنيفة. أصر الولد على جوازه من بنتي بالرغم من إن أبوه كان معترض في الأول وعايز يجوزه من محلة ومش عايز يجي بالأس وكده، ولكن الولد أصر. ونتيجة وجود قصة الحب العنيفة بينهم جه وشرفني وقعدنا معاه مع أبوه كده وتم الجواز وعقد القران. وبنتي كانت مصممة عليه تماما تمام. آه طبعا. وصلت حضرتك ايه سبب الوفاه؟ يعني ما قالها ليه؟ الوفاه نتيجه حصول غيره من بنتي، وان بنتي ان في الفتره الاخيره ابتدى يتغيب عن المنزل. كان المفروض بيرجع المنزل الساعه 8 مساء من البيت الفرنسي اللي هو بيشتغل اللي هو مكان شغله او هو صاحبه اصلا، مكان محل مفروشات كبير. وكان بيرجع الساعه 8 مساء، المفروض يرجع 8، ابتدى يرجع بقى يغيب واحده اثنين، ابتدى يرجع متاخر جدا. ابتدى بنتي تعتقد ان وجود وهو فعلا موجود، كان موجود علاقات نسائيه مع بنات موجوده في البيت الفرنسي اللي هو بيشتغل فيه او اللي هو صاحبه. وابتدى بقى طبعا يتخيل يعني بنتي عندها طفل رضيع عنده 3 شهور، اب ما بتشوفوش في الاسبوع الاخير بالذات لغايه واحده بالليل او اتنين بالليل. المشاكل دي من امتى يا فندم؟ يعني هل هي من فقط. المشاكل دي كلها اللي وصلت مرحله ان احمد ينهي حياه روان بطعن تسديد الطعنات لها بسلاح ابيض؟ أيوة. اسبوع وقت فقط. يعني روان كانت بتغير عليه الغيره الشديده دي من اسبوع ولا الغيره دي كانت من بدايه الجواز وبدات تزداد تدريجيا بسوء تصرفات احمد؟ نتيجه سوء تصرفاته ونتيجه غيابه عن المنزل لفترات متاخره
فبدات تغيرت لي. كانت بتعاتبه؟ اه طبعا. طب مثلا اتكلمت معاك، بدات انت تجيب احمد تكلمه؟ ما رضتش تقول لي على حاجه لان انا مريض وكده، وهي عارفه ان انا الله يخليك، وعارفه ان انا عصبي وكده، فممكن اروح اجيبها خالص، وهي ما كانتش عايزه تسيب بنت الزوجيه هناك كمان، كانت بتحبه جدا. فكانت بتحاول وتعافر معاه ان هو يتصالح على العيشه الزوجيه لغايه اخذ المال، لغايه ما لفظت انفاسها الاخيره في منزل الزوجيه اللي دافعت عنه طول حياتها. اخر مره شفت روان كان امتى؟ قبلها بيومين. قبلها بيومين حضرتك كانت هنا في فرح بنت خالها، وهو كان موجود معاها علاء السوالمي، وحضروا وقعدوا فرحانين وصوروا بعض فيديو ورقصوا مع بعض وفرحانين بالبنت خالتهم وكده. وبنت خالتها باين على ملامحه اي مبادرات ان هو خاين، ان هو هيغدر ببنتي، يعني ان هو لا ممكن يموت، ما يموت روان، بيبقى يبان الحاجات دي، او عرفني هو درجه العصبيه بتاعته لحد فين. لا هو قبل كده في بدايه الجواز حضرتك كان حصل وقف في اسكندريه في شهر العسل في الاسبوع الاولاني، وبنتي جت المحله وقالت لي يا بابا تعالى لي، رحت لها حضرتك لقيت بنتي جسمها متورم تماما ووشها متورم تماما، وكان ربطها في سنين لمده 5-6 ساعات، وقلت له يا ابني دي امانه عندك. طب ده اللي بلغته لحضرتك ولا لا؟ انا رحت لها هناك المحل. لحظه يا فندم، احمد ربط روان في اول سرير 6 ساعات وهم في شهر الجواز. ايوه تماما فندم. طب هل ده ما كانش سبب او مؤشر ان انت تاخد بنتك وتنهي العلاقه؟ مراتي انا كنت انهيها، بس مراتي كانت مريضه سرطان ولسه فرحانه ببنتي، فمش عايزه اهد حياتها قدام امها، كانت ممكن تقضي على مراتي تماما. مراتها كانت متوفيه في 13/12/2000 برضه السنه العام الماضي. ايوه العام الماضي. روان واضح ان هي كانت تنازلت عن، وهي كانت عايزه مصممه على بيت زوجها حتى اخر مدى، حتى ما كان بتجي لي في الفتره الاخيره وتبات عندها، ما كانش تبات، كانت تطلع مهروله جاري على منزلها حفاظا على منزلها ومنزل زوجها، ولغايه ما لفظت انفاسها في منزلها. يعني روان رحمه الله عليها والدها متوفى، والدتها متوفيه، ربنا يديك طول عمرها. اسف. كان مين اللي بيحتويها؟ كان بتشكي لمين؟ بتحكي لمين؟ يعني هي كانت بتخبى على اخوها عمر، لان هي عارفه ان انا مريض وكده، فكانت بتقول لعمر كل حاجه، حتى اخر اسبوع في المكالمات والشكاوى والكلام ده كانت مسجله عند عمر، لان التليفون بيسجل الكلام. كانت خايفه منه او حست ان هو كان بيتعدى عليها بالضرب كتير؟ لا، في المره الاولانيه لما قلت له يا ابني دي امانه عندك، قعد فتره طويله ما جيش يمنى، فتره طويله جدا، لكن في الفتره الاخيره بيقول انا عايز اقدم بنتي. قلت له يا ابني بنتي امانه عندك، وانت ابوها وانت والدها وانت اخوها وانت كل حاجه ليها. ما صانش الكلام ده، ما كانش صانش الكلام ولا حفظه، ورمى بكلامي عرض الحائط وضرب بيه عرض الحائط وقتل بنتي واضغط واضغط. بعد ما سدد لها الطعنات دي؟ لا ما شفتوش حتى الان. طب لو نفترض ان انت شايفه تقول له ايه؟ لا انا بقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت خنت الامانه وغدرت بقلبي، وغدرت وخدت نور قلبي ونور عينيا، وخدت بنتي اللي كانت ليا في الدنيا، اللي هي البسمه الوحيده اللي في حياتي كلها. لا معاها اخوها فقط. لكن يعني روان بنت وولد بس. مالكش واولاد بنات تانيين؟ لا يا فندم. ودي كانت النسمه اللطيفه الجميله اللي كانت في حياتي، النسمه اللطيفه اللي في حياتي. عروسه الجنه فعلا وعروسه السماء. ربنا يرحمها. الطفل دلوقتي موجود فين؟ عندهم الطفل. الطفل معاهم؟ اي، لان انا ما عنديش حد يراعي. اسره احمد رد فعلهم ايه بعد ما ابنهم انا حياه بنتك؟ حضرتك تم تهريبهم خارج المحله تماما، والمكان غير معلوم، وتحط بوكس شرطه قدام البرج بتاعهم، وما اعرفش هم فين. كانوا عارفين باللي ابنهم بيعملوه مع بنتك؟ يعني المره الاولانيه اما حصلت الواقعه ديت ابوه عرف والعيله كلها عرفت، وقعدت معاهم وقلت لهم بنتي ما يحصلهاش كده، بنتي خط احمر ما عادش يكرر معاها الكلام ده، ولو بنتي تقعد شهر تقعد اتنين ربنا يهدي الحال ويتم الزواج. المشكله ان بنتي كانت مصممه على استكمال الحياه معاه حتى اخر نفس. يعني روان رحمه الله عليها عندها 22 سنه. ورغم كده كانت برضه مصممه ان هي تكمل حياتها. ايوه وما تنهيش. بقول لحضرتك كانت بتجيني ما بتقدرش تبات عندي، يعني تقعد اليوم كامل وتطلع جالي على بيتها بالليل حفاظا على بيتها وحفاظا على جوزها، لان حبها شديد لجوزها. لا انا طبعا معتذر، الموقف مش مستدعي ان انا اسال السؤال ده، ولكن احنا قدام قضيه كبيره جدا. ومنها درس لكل البنات المقدمين على الزواج. أيوة. والزوجات. ايوه
البنت اللي بتتحمل او أيوة. الزوجه اللي نقول لها عيشي وتحملي أيوة أيوة. والاهانات أيوة. وعدي بكره يعقل بكره يبقى كويس. هل ده طريقه صحيحه وكنا نقول هي بنت ناس ولا نقول لها قول له ستوب وسيبيه؟ لا انا افضل في الحالات ان يتم الطلاق، لكن بنت مره بنت رفضت الا الاهانه طبعا طبعا ده حاجه. حضرتك بنت ناس متربيه كمالك بيتها، انت اهنتها وانت غدرت بيها وخدت روحها وربنا موجود وربنا ينتقم منك. يا رب ربنا يرحمها يا فندم. بشكرك جدا وخالص عزائنا لحضرتك وان شاء الله باذن الله حقها راجع باذن الله. انا بثق في قضاء مصر الشامخ اللي هيديها حكم رادع، يبقى عبره، لان دي مش اول وقعه في المحله، قبل كده وقعت نيره اشرف برضو كانت بنفس الطريقه ونفس البشاعه، واحنا بنطلب من قضاء مصر العادل يورينا. انا اشرب بالمثول امام قضاء مصر العادل يا محامي حضرتك. احنا ان شاء الله لنا لقاءات كتير معاك يا فندم، ربنا يكرمك ونشرب. شكرا يا فندم. شكرا. متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين واقفين امام قبر روان محمد عبد السلام، البنت اللي عمرها 22 سنه، الزوجه اللي دفعت نتيجه صبرها على زوجها اللي دايما بهنها وبيضربها، وكانت متجوزه على حب بعد سنين طويله جدا، وقالت لاهلها لا هو ده اللي هشوف سعادتي معاه، لكن للاسف الشديد بسبب ان هي كانت بتغير عليه وبتشوفه بيرجع من البيت متاخر ودايما يعني مش موجود في البيت، ومعاها طفل عمره 4 شهور، للأسف الشديد أنهى حياتها بسبب غيرتها عليه، وكان يعني دفع ثمن جدعنتها وشهمانتها، وإن هي زوجة بنت ناس طيبين وعايشة معاها الحلوة والمرة، إن هو يسدد لها طعنات وينهي حياتها. بشكركم متابعين الكرام، كنت معاكم أنا زينب حمدي من أمام قبر روان بنت محافظة الدقهلية اللي حياتها انتهت على يد الشاب أحمد اللي عمره 22 سنة من المحلة الكبرى. بشكركم وإلى اللقاء.